وتحدثت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلماني الطبي عن الوضع الصحي للحالات المؤكدة 49 والإجراءات التي تتم قبل إخراج أي شخص من الحجر الصحي. نتكلم على 49 حالة اللي شخصت في مملكة البحرين مؤكدة، 47 حالة وهم لا ياخذون أي نوع من الأدوية، معظمهم هذا يعني نتكلم على 47 معظمهم لا توجد لهم أي أعراض، فهم إن شاء الله في الأيام المقبلة راح تسمعوا عن إخراج المرضى وشفائهم وإن شاء الله بيكون بطريقة تدريجية. بالنسبة إلى مريضين فقط اللي هم ياخذون الأدوية اللي هي الخاصة بعلاج المرض الكورونا كوفيد 19، وهذا لأن عندهم أمراض مزمنة وإحنا بنقول عوامل مخاطرة، فهذا احنا نتابعهم لان احنا نعرف المرضى اللي عندهم عوامل مخاطره ممكن يكونون تحت ضغط وانه ممكن يتعرضون لاي نوع من المشاكل او المضاعفات اللي لا سمح الله ممكن تصير في بعض الحالات. بالنسبه للوضع الصحي للمرض للمخالطين او الجماعه اللي كان جاي من الدول الموبوءه واللي موجودين في الحجر الصحي، جميعهم ما شاء الله ما في اي اعراض عليهم، وان شاء الله مثل ما تفضل دكتور مناف احنا ننتظر يخلصون فتره الحضانه اللي نتكلم عليها واللي هو رقم 14 ان شاء الله، وقبل خروجهم من الحجر الصحي راح تجرى لهم عينه تاكيديه من المختبر حتى نطمئن على خروجهم للمجتمع ممكن أن يعيشون مع عوائلهم وأحبائهم.